مهم جدا جدا، وطبعا ضيف مهم جدا، ضيف العزيز الصديق والمبدع الرائع طبعا اللي بعتز جدا بوجوده معنا، واكيد كل القاهره والناس بتعتز بيه، ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد عساف. اهلا بك. اهلا وسهلا. اهلا. اخترت انت موضوع مهم قوي والحقيقه منتشر قوي، بس الاول فهمني ايه هو جفاف العين؟ بص، هو حضرتك جفاف العين هو اشهر، ايوه نقدر نقول مرض كمان مش عرض، اشهر مرض في العالم، واكتر مرض مش بيتعالج بطريقه صحيحه. يعني شوفوا حضرتك منتشر جدا تقريبا عند معظم الناس. عندنا احنا هنتكلم على مصر مثلا على سبيل المثال، اقدر اقول لك بنسبه تقريبيا كده بنسبه 80-90% من الشعب المصري بيعاني من جفاف العين، وما بيتعالجوش من جفاف العين. يعني هو بيعاني من اعراض جفاف العين وما بياخدش العلاج بتاعه بصوره كافيه. فهو اكتر مرض على مستوى العالم انتشارا، واكتر مرض في نفس الوقت نقدر نقول اقل يعني اهتماما او علاج، يعني ما بياخدش العلاج الكافي. ايه هو تعريفه؟ تعريفه هو في انواع كتير من جفاف العين، بس هو تعريفه ان هو افراز الدموع بيكون متناقص، ده بيعمل التهابات على سطح العين. يعني هو في الاخر بيعمل التهابات، عشان كده كان في صوره لسه فيديو شويه ظاهر من شويه بيبين العين تبقى حمراء، هو ده نتيجه التهابات على سطح العين اللي هي القرنيه والملتحمه، الاجزاء اللي سطح العين تلتهب نتيجه ان افراز الدموع بيكون يا اما قليل، ده نوع، يا اما الدموع بتتبخر بسرعه، وده الاشهر. معظم الناس عندهم الدموع بتتبخر بسرعه، والدموع دي حاجه مهمه جدا للعين وسلامه العين وسلامه انسجه العين خاصه السطحيه. فاللي بيحصل ان هو بيبقى التهابات مزمنه علشان الدموع مش موجوده، وبالتالي بتعمل مشاكل كتير. انا لقطت من كلامك ان هو مرض مش عرض، بس عايزين ناكد على النقطه دي. هو مرض، هو باختصار شديد ان حضرتك هنقدر نقول ناخد الحل اللي هو او المثال اللي هو الاشهر، اللي هو ان الدموع بتتبخر بسرعه. لما الدموع تتبخر بسرعه بيبقى في احتكاك ما بين انسجه العين والجفن، وده بيخلي يحصل التهابات مزمنه. دي رقم واحد. رقم اتنين، اكتشف كمان ان عندنا في خلايا دهنيه موجوده في حرف الجفن. دي خلايا دهنيه بتفرز ماده دهنيه بتحافظ على طبقه الدموع. انت عندك لو عندك ميه، لو سبتها شويه ميه في طبق، بعد يوم او يومين الميه دي هتتبخر. لو عايز تحافظ على الميه دي فتره اطول هتحط عليها طبقه زيت، الزيت هيطفو على سطح الميه وهيمنع ان الميه تتبخر. اللي بيحصل بقى دلوقتي ان هي عندنا خلايا دهنيه موجوده في الجفن، الخلايا الدهنيه دي بتفرز ماده دهنيه وبتحافظ على سلامه الدموع. الجزء ده ما بيتغسلش. اكتر حته في جسم الانسان ما بيوصلهاش ميه وصابون، هو الجزء بتاع جفن العين نفسه. يحصل بعد كده ميكروبات تتكاثر، دي ميكروبات موجوده في جسمنا الطبيعي، تتكاثر تطلع مواد كيماويه تعمل التهابات في الخلايا دي، تقلل افراز الدموع، يعني وبالتالي هيبقى مفيش افراز دموع. وفي نفس الوقت الخلايا الدهنيه دي مهمه جدا عشان بتحافظ على الدموع على سطح العين، ما بتفرزش الماده الدهنيه فيتبخر الدموع بسرعه من العين. وحاجه كمان اخيره، ان ده بيساعد على التهابات متكرره كمان ميكروبيه. يعني هو التهاب الاول نتيجه افراز الدموع بيكون قليل، يخلي البكتيريا العاديه اللي هي السليمه اللي هي بتعيش في جسمنا العادي تتكاثر اكتر، هتتوالد اكتر، هتفرز ماده كيماويه تخلي نوع من انواع العته اسمها مايتس تتكاثر على سطح الجفن، وتطلع ماده سامه تعمل التهابات في الجفن، تعمل التهابات في الجفن والتهابات في الخلايا الدهنيه اللي بتحافظ على طبقه الدموع. فنخش في حلقه مفرغه، يعني ابتدت بالتهابات صغيره، هتعمل التهابات في الخلايا الدهنيه اللي بتحافظ على الدموع، يقل افراز الدموع، تتكاثر البكتيريا اكتر، تاثر على الخلايا الدهنيه اكتر، تاثر على افراز الدموع اكتر، والتهابات تزيد، وهكذا. فيشس سيركل او حلقه مفرغه ملهاش نهايه. المريض يقعد يعاني طول النهار من التهابات متكرره في العين، تتشخص مره ان هي جفاف، تتشخص مره تانية ان هي حساسيه، تتشخص مره ثالثه باي مرض تاني، بس المريض يبقى قاعد متعذب في النص ومش عارف الحل يبقى ايه. في تداخل بين الانواع والاسباب. ولذلك هو سؤالي عن الانواع والاسباب، ولان خوفتني قوي. هو نوعين كبار. فعلا بيحصل الكلام ده. في بعض الناس بيبقى عندهم مشاكل كثيره جدا بنشوفها على الجفن على الجهاز. يعني هي نوعين باختصار شديد، افراز دموع قد يكون قليل، او افراز الدموع موجود بس بيتبخر بسرعه. لكن في الحالتين الدموع مش موجوده بصوره كافيه على سطح العين،
عشان تغذي القرنية، وعشان الدموع كمان نفسها دي فيها مضادات حيوية، ودي خط الدفاع الأول للعين ضد أي مؤثرات خارجية. ده النوعين. الأسباب بقى أسباب كتيرة جدا. أسباب من أولها أكتر حاجة بتساعد على تبخر الدموع بصفة مستمرة في العين هي الحياة المدنية بتاعتنا. احنا طول النهار احتياجاتنا البصرية عالية قوي، احنا ماسكين الموبايل، بنخلص الموبايل بنقعد على الكمبيوتر، بنخلص الشغل على الكمبيوتر نرجع نمسك الموبايل تاني، نقعد في التكييف، الهواء اللي جاي من التكييف زي ما حضرتك ذكرت بيبقى هواء جاف، حتى لو هو هواء ساعة هواء جاف بيبخر الدموع بسرعة. بنخلص الموبايل ونخلص الكمبيوتر نرجع على البيت، عايزين نتفرج على التلفزيون قبل ما ننام، كل ده بيخليك انت قاعد طول النهار عمال تبرق بعينيك. فمعدل البربشة المفروض ان انا يحصل حركة الجفن على العين تتم بمعدل معين كل دقيقة، بيقل قوي ان انا عايز اركز على الشاشة اللي قدامي، فما بركز على الشاشه قدامي بساعد ان الدموع دي تتبخر اكتر ويحصل التهابات بعد كده اهوت، وده نوع من انواع الجفاف العين. والتدخين طبعا، وادويه كتيره جدا، ادويه الحساسيه بالمناسبه، الانتي هيستامين، مضادات الهيستامين بتساعد على جفاف العين، ادويه اللي ضد الاكتئاب بتساعد على جفاف العين، ساعات تغيرات الهرمونيه بالذات في الستات بيحصل لها برضو جفاف العين، الحياه المدنيه كلها زي ما قلت لحضرتك بتساعد على جفاف العين، التغيرات اللي في الجو بتعمل جفاف العين، كل ده احنا عايشين فيه. أنا شايف إن إحنا من الشعوب يعني اللي بتتمادى في لبس العدسات اللاصقة بطريقة هستيرية، يعني أنا ما شفتش في أي حتة في العالم ناس عندها تهور في لبس العدسات اللاصقة زي اللي موجود في مصر. هو سوء استخدام أو أبيوز. العدسات اللاصقة طبعًا بأكد هي مش بديل للنظارة، هي مساعد للنظارة وبنعتبرها زي الميك اب أو زي المكياج، ممكن تستخدمها في وقت زي مناسبة فرح عيد ميلاد، ممكن أروح الشغل مرة لابس العدسات اللاصقة مفيش مشكلة، لكن مش تبقى عادة يومية ألبسها باستمرار. مشكلة العدسات اللاصقة إن لازم يبقى فيها نسبة معينة من الرطوبة، ليها ووتر كونتنت معين، هذه النسبة بتشارك العين، يعني العدسة اللاصقة بتشارك العين في الدموع، يعني بتمتص الدموع كمان من سطح القرنية علشان تحافظ على العدسة تكون رطبة، لأن العدسة دي لما بتكون صلبة ناشفة شوية المريض هيحس إن هي بتحجر في عينيه ويحس إن هو مش مستريح بيه، فلازم تكون صاف، لازم تكون طرية، عشان تبقى طرية لازم يكون فيها نسبة معينة من المية. هتجيب منين المية العدسة اللاصقة؟ هتجيبها من سطح العين، فبالتالي الشخص اللي عنده جفاف في العين هيعاني جدا من العدسات اللاصقة، هيحس إن العدسات اللاصقة مش مريحاه خالص. الحاجة التانية إن العدسات اللاصقة في حد ذاتها بتساعد على وجود جفاف العين، يعني الاثنين بيكملوا بعض، هي بتعمل جفاف العين، العدسات اللاصقة بتعمل جفاف العين، وفي نفس الوقت المريض اللي عنده جفاف العين ما بيستحملش كمان العدسات اللاصقة بيعاني منها، وده بيساعد كمان على تكون قرح في القرنية ويعمل مشاكل ضخمة جدا. في ناس أكتر عرضة لجفاف العين، أكتر عرضة ليه؟ للجفاف اللي هم اللي بيسهروا كتير، اللي هم اللي قاعدين فترات طويله قدام الكمبيوتر، اللي هم بيخلوا التكييفات في وشهم مباشره، اللي هم ما بيستخدموش اطرات مرطبه باستمرار، اللي هم بيستخدموا ادويه معينه لا بديل عنها، فيها ادويه معينه ما اقدرش ان انا اوقفها، فلازم يبقى فاهم ان هو من اعراض الجانبيه لهذه الادويه يبقى في جفاف في العين، وهيضطر يستخدم اطرات مرطبه وجل يستخدمه على سطح العين باستمرار. لازم يبقى فاهم النقطه دي كويس قوي. الحساسيه بيبقى شكلها في الاعراض شوية برضو دموع احمرار، طب ازاي نميز بالله؟ الحساسية اكتر عرض ليها يعني للحساسية هو الاكلان، يحس ان عينيه بتاكله. الجفاف اكتر عرض هو حرقان واحمرار في العين واحساس ان فيه جسم غريب في العين. ناس كتير بتحس ان فيه زي ما يكون حصوة او رمش في العين، ده العرض الاساسي بتاع جفاف العين، لكن في بعض الاوقات بتتداخل الاعراض مع بعض، يعني مريض جفاف العين اوقات كتير بيشتكي ان عينيه بتاكله برضه، وبيشتكي كمان ان عينيه بتدمع زياده، ودي غريبه، نيجي مريض نقول له انت عندك جفاف العين يقول لك ازاي ده انا عينيه بتدمع كتير، ازاي انا عندي جفاف العين، يقول لك لا انت افراز الدموع عندك بيتهيج، الانسجه بتتهيج فبتفرز دموع كتير في اوقات معينه، فده اللي بيخلي عينيك تدمع كتير، لكن انت على مدار اليوم افراز الدموع عندك قليل او بيتبخر بسرعه. فالعرض الاساسي لجفاف العين بيبقى حرقان او احساس بجسم غريب في العين مع وجود احمرار مستمر بالعين. العرض الاساسي ليه الحساسيه بتبقى اكلان في العين، وغالبا دي بتبقى اعراض موسميه بتيجي ايضا اكتر مع تغيير الفصول خاصه في الربيع، او تعرض لماده كيماويه معينه او ميك اب بصوره معينه. الناس حاسه انها مستخفه من موضوع الجفاف، ولذلك سؤال القادم عن المضاعفات. هو مفيش مضاعفات بمعنى مضاعفات، لكن هو كل اللي هيحصل ان هيبقى فيه التهابات متكرره مزعجه
ضيف تقيل قاعد معاك باستمرار مش عارف تتخلص منه، وفي نفس الوقت لما يكون الدموع اللي فيها مضادات حيوية وفي نفس الوقت فيها مغذيات للقرنية مش موجودة، فأنت عرضة للقرنية بتاعتك عرضة لتتهاجم بميكروبات من الجو. فالمريض اللي عنده جفاف في العين بيبقى عنده دايما التهابات متكررة من الجفاف بتاع العين، وفي نفس الوقت التهابات ميكروبية علشان خط الدفاع الأساسي بتاعه ما بقاش موجود. كيفية التشخيص؟ حاجات كتير بنشخص بيها، وهي اللي خلاني اتكلم على جفاف العين اليومين دول ان تطور التشخيص بقى رهيب دلوقتي. بقى عندنا اجهزه بتقيس طبقه الدموع، بتقيس كمان الدموع فيها ايه بالظبط، ايه اللي ناقص فيها، لان الدموع دي مش مجرد ميه بس، الدموع دي عباره عن ميه وفيها طبقه زيت، فيها بروتينات، فيها احماض، فيها مضادات حيويه، وفيها كمان املاح. التركيبة دي لازم تكون متوازنة، لو التركيبة دي اختلت فممكن يبقى المريض عنده جفاف العين حتى لو طبقة المية أو الدموع نفسها كافية. فعندنا أجهزة دلوقتي بقى بتقيس طبقة الدموع دي وتقول لك كلكم مكون فيها عبارة عن إيه، وإيه اللي ناقص وإيه اللي مش ناقص، وفي نفس الوقت بتدينا أرقام. ما بقتش بقى حاجة يعني بنقول ده المريض عنده جفاف، لا ده ما عندوش، لا ده عنده جفاف من الدرجة الفلانية علشان عنده كذا مش موجود. حصل تطور كبير جدا، وكمان حصل تطور في العلاج بتاع جفاف العين. الجفاف العين علاجه أو طرع علاجه يعني خدت زي ما بيقولوا زمن طويل، فأنا عايز حضرتك تحكي لنا كده التطور اللي حصل. هو العلاج التقليدي اللي هو يستخدم قطرات مرطبة، للأسف إن أثبتت إن الموضوع ده مش ناجح قوي مع ناس كتير، إن هو يستخدم قطرات مرطبة، وللأسف ده لا بديل عنه. هو المريض بيبقى قاعد متضايق طول النهار، حتى ساعات في بعض المرضى بيغسلوا وشهم بمية ويقول لك وأنا بتوضى كده بدخل مية جوه عينيا. هي ده حل مؤقت ولطيف، لكن القطرات المرطبة هي الأساسي. لكن برضو أوقات كتير المريض ما بيستحملش إن يستخدم قطرات كتيرة جدا، وغالية على فكرة القطرات المرطبة مش رخيصة. القطرات المرطبة من شروطها إن لازم يكون ما فيهاش مواد حافظة. ساعات القطرات المرطبة فيها مادة حافظة تعمل جفاف العين، المادة الحافظة اللي موجودة في القطرة المرطبة عشان تعالج جفاف العين هي كمان بتعمل جفاف العين وبتعمل حساسية، لأن فيها مادة عشان تحفظ المادة الفعالة بتاعت القطرة، فيها مادة تانية حافظة دي عند بعض الناس بتعمل لهم حساسية. فبالتالي ساعات المريض ما بيبقاش مستريح بالقطرات المرطبة، ويقعد يجرب قطرات كتيرة موجودة في السوق ويدفع فلوس كتيرة جدا. القطرة بتبقى قد كده وغالية، تمنها بيعدي 100 جنيه، فطبعا بيبقى متضايق جدا. لكن انا باكد هو لازم برضو يستخدم قطرات مرطبه، لكن التعدد بقى يعني ايه الفريكوانسي، بدل ما يستخدمها 10 مرات في اليوم احنا ممكن نساعده يستخدمها مرتين او ثلاثه بس في اليوم. الفكره باختصار شديد دلوقتي حصل تطور، ان هو لقوا ان اساسا المنطقه دي بتاعت الجفون، المنطقه الصغيره اللي عند الرموش نفسها، دي الجزء الوحيد من جسم الانسان اللي ما بيتغسلش. انا بغسل وشي بغمض عينيا، لو بحط قطره بحطها في عينيا، لكن ما بتعديش على الجفن. الجفن ده فيه خلايا دهنية وفيه بكتيريا، البكتيريا دي ما بعرفش اغسلها. بعض الناس نصحوا انه يغسلوا جفونهم بشامبو بيبي جونسون بتاع الاطفال، انا ما عندناش اي دعايه هنا، بس شامبو الاطفال العادي جدا عشان ما بيحرقش العين، ان هو يغسلوا جفونهم. بس برضو ده مش علاج مؤثر 100%، علاج مؤثر نقدر نقول بنسبه 50%. العلاج الاساسي دلوقتي ان انا لازم انظف الطبقه دي كويس قوي، لازم اعمل جلسه تنظيف للطبقه اللي هي عند جدر الرموش، عند الجفون نفسها. هو ده العلاج اللي ظهر جديدا، ان هو بقى عندنا آلات صغيره مخصوصه للعين، هي تشبه لحد ما زي فرش الاسنان، بس هي العلاج ده بيغسل كل البكتيريا وكل المواد الكيماويه اللي اتكونت على مدار السنين عشان يهدي فرصه للخلايا الدهنيه وخلايا الدموع تفرز تاني من اول وجديد من غير مشاكل. زي ما عاملين الحاجات دي كانها بنايات عشوائيه. شوف الفيديو ده تاني، ده جميل قوي. نعيد، كانك بالظبط منطقه ارض كده وحصل عليها بنايات عشوائيه وحصل عليها مقالب زباله، حصل عليها مشاكل، حاجات كتيره جدا، وجيت جرار وراح غسل لك كل الكلام ده علشان يدي فرصه دي للارض تنبت تاني وتزرع وتطلع. ده على الجفن الداخلي، على الجفن نفسه. على الجفن نفسه. فبقينا عندنا بنعمل جلسات دلوقتي ان احنا ننظف الجفن ده. طبعا في الات كتير او اجهزه كتير بتساعدنا ان احنا ننظف الجفن، بس هو كلها بتشترك ان او اتفق عليه ان المنطقه دي مهمه جدا
ليه علاج جفاف العين، واحنا لازم ننظف الجفن كويس قوي. كان بعض الناس بيستخدموا كريمات معينه او اطراف معينه، لا انا بقينا نغسلها ميكانيكالي بالفرشه دي. ده جلسه بتتعمل في العياده بالمناسبه، مش محتاجه عمليه ولا حاجه، والمريض بيبقى واخد بس اطراف عينيه وبتتعمل، ما بيحسش بحاجه خالص، يمكن يحس ان في حاجه بتزغزغه بس كده اهوت، لكن هي بتاخد لها حوالي 8 دقائق في العينتين، يعني دقيقتين في كل جفن لو احنا بنعالج الاربع جفون. بيحس المريض بتحسن في ساعتها، معظم الوقت بيحس بتحسن في ساعتها على طول، يحس ان عينيه بقت اريح شويه صغيرين، ان افراز الدموع بيتم على طول مباشره من غير ما طبقه البلاك او الطبقه اللي هي المواد اللي كانت متكونت على مدار السنين قافله الخلايا الدهنيه ومأثره كمان على نشاط الخلايا الدهنيه. زي بالظبط احنا بنقول في الاسنان، انت ساعات في طبقه جير بتتكون على الاسنان ولازم تغسلها اول باول كل شويه، ولازم تروح لدكتور الاسنان علشان ينظف لك طبقه الجير. احنا عندنا الطبقه دي مشابهه لطبقه الجير، بتتكون على حرف الجفن وبتقفل كمان الخلايا الدهنيه، ما بتطلعش الافرازات بتاعتها اللي بتحافظ على الدموع، فاحنا بننظفها ميكانيكالي بطريقه ميكانيكيه، مش عن طريق قطره، ان القطره مش هتعمل حاجه خالص، ولا عن طريق حك الايد في الجفن، ولا عن طريق شامبو الاطفال. لازم فرشه تعدي على الجفن بهذا الشكل عشان تنظف هذه المنطقه من جسم الانسان اللي ما بتوصلهاش اساسا ميه او ما بتوصلهاش صابون بصوره كافيه. وبتتعمل الموضوع ده بصوره دوريه، يعني مش وانس وخلاص، مش مره واحده وخلاص، لا، المفروض بتتعمل مره كل 3 شهور بس. كم سؤال بقى على البروسيدر دوت، الفرشه اللي بتستخدم دي تعقم طبعا ولا كله ديسبوزبل؟ لا لكل مريض مره وتترمي على طول، هي غاليه للاسف يعني يعني بس في حدود، يعني هي الفرشه وفي نفس الوقت بيبقى معاها فوم كمان مخصوص. ما هو الفرشه لوحديها مش هتبقى كافيه، لازم يبقى فيه فوم مخصوص علشان كمان يغسل المنطقه دي كويس قوي. يعني انت فرشه بتغسل، وفي زي ما كان مثلا نشبهها بالعربيه اللي تخش مثلا محطه البنزين، في فرشه وفي صابون، نفس الكلام، عندنا فوم مع الفرشه دي، ده بيستخدم مره ويترمي على طول بالظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقه الرائعه وهذه المنطقه اللي اول مره نتكلم على جفاف العين بالتفصيل ده، والحقيقه معلومات كلها يعني بننفرد بيها في العالم كله، ما حدش شرح جفاف العين بالطريقه دي وبالتفصيل دوت. مهم جدا احنا نستوعبه لان الموضوع مهم جدا. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد عساف، صديقي وزميلي العزيز، نورتنا وأسعدتنا وكالعادة بتشرفنا. الله يخليك، متشكر جدا ومتشكر على استضافتي في البرنامج. كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنت طيب، خليكم دايما مع الناس. الزراعة هي من أعلى العمليات على الكرة الأرضية نسبة نجاح. اللثة دي الفريم أو برواز الابتسامة، برواز الابتسامة ده لو ما اتعدلش مهما هتعمل جوه في الابتسامة عمرها ما هتتعدل. دايما بنبدا باللسه، لو هيحصل تدخل في لسه لازم ابدا بيها الاول، ويحصل لها التئام كامل كمان. يعني مش هعمل لك لسه وتقول لي بكره يلا نعمل تركيبات، لا، هنعمل لك اللسه وهتستنى لغايه ما دكتور اللسه يقول يلا نشتغل.